علينا ليفا اللي انا لي خاطر عنده بس اليوم كلش مع مجموعه اشخاص وانا بطلب منهم باسمكم ان والله الروح للامير مثل ما قلنا المره اللي طاف بس عباد اللي ما يرضى يروح تقول اسمه وافقوا اي تقول اسمه وافقوا والله لاذكرهم بالاسم ايوه قول 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 كلمت فلان وفلان 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 وما وافقوا علشان خلص من هالدوامه ان استقبلوني كان بي هم استقبلوني بعود نفس الساحه واقول ترى انا مفتحوا لي الباب ساعتها سوينا كل اللي نقدر عليه بعد نطبق القانون بدينا يا ابو محمد معلش خلني اقول خلني اقول هم يبوننا نسوي هالشغل تدري لو ان الحين لو الحين لو نفترض ان رحنا البيت ولا شيء يبي يقبضون عليك ويجون يساومون مثل اللي صار المره اللي طافت انا قلت اكثر شيء اقدر اسويه اني اتنازل عن حقي ورفضوا الاشخاص وهذه ما كانت سر لكن حنا ما نبي المساله بعد يطقوننا ويستفيدون اللي صار اولا ما هو شيء يقلل من قدركم ولا كرامتكم يعني معلش هذا واشكاله ما هو ند ولا خصم في يوم من الايام كان هذا الكيان ينازع دول اي نازع افراد هذا وفلان وفلنتان وفلانه زين لو بكره شالوه وحطوا لنا مره بداله ايش بنسوي؟ فهذه مشكله بالنسبه لنا.